مساء الخير. Good evening. English or Arabic? Arabic. يعني أنا مش متعود على المسرح أطلع أتكلم، متعود أطلع أعزف، فبخاف شوي لما بتكلم. هاي قطعة كان اسمها On the Way from Granada، على الطريق من غرناطة. كتبت هاي القطعة قبل 10 سنوات تقريبا، وقصتها إنه كنت أسمع موسيقى الفلامينكو في إسبانيا، وتذكرت إنه هاي الموسيقى تطورت بسبب تأثر الثقافة الموسيقية اللي أنا أصلاً جاي منها. فحاولت أتأثر بشكل معاكس، أسمع هاي الموسيقى وأحاول أقلدها أو أكتب شيء يعني كإنسبيريشن، كإيحاء منها. القطعة الجاية اللي راح نقدمها هي قطعة مشهورة جداً، قطعة للأستاذ عازف العود والملحن والمطرب فريد الأطرش، والقطعة اسمها توتا.